مشاهدينا بنجدد الترحيب بحضرتكم مرة تانية. التعليم توضح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس خلال شهر نوفمبر، ونستعرض مع حضرتكم أيضا مواعيد امتحانات شهر نوفمبر في مختلف المحافظات المصرية. كافة التفاصيل من خلال تغطيتنا الآن. بالتزامن مع بدء امتحانات شهر نوفمبر في بعض المحافظات خلال الأسبوع الجاري، يتساءل الطلاب وأولياء الأمور هل يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر نوفمبر أم لا؟ ردت مديريات التربية والتعليم على هذا التساؤل وكشفت حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر نوفمبر، ونفت المديرية هذا الخبر، كما أكدت على أنه سيتم الالتزام وانتظام اليوم الدراسي بشكل طبيعي أثناء سير الامتحانات، وأنه لا حاجة لتعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر نوفمبر، وذلك لأن كل امتحان من الامتحانات سوف تعقد فيه حصة دراسية واحدة أثناء اليوم الدراسي. ويبدأ جدول الامتحانات شهر نوفمبر في محافظة القاهرة للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من 1 ديسمبر حتى 5 ديسمبر 2024. وبالنسبة لمحافظة الجيزة، تقرر تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لأول ديسمبر، وتم إعلان عن تعديل جدول الامتحانات ليصبح من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر بدلا من يوم الأحد 24 نوفمبر. وأكدت المديرية أنه سيتم نشر الجداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة الأسبوع المقبل. وتقرر أيضا محافظة بني سويف تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لأول ديسمبر، وتم الإعلان عن تعديل مواعيد الامتحانات لسنوات النقل بمختلف المراحل التعليمية لتبدأ يوم الأحد 1 ديسمبر بدلا من الأحد 24 نوفمبر. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، تقرر أن تجرى امتحانات شهر نوفمبر في موعدها المحدد وفق الجداول التي تم إعلانها من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية. والمزيد من التفاصيل حول مواعيد الامتحانات في مختلف المحافظات في مصر يمكن زيارة موقع صدى البلد الإخباري. ومازلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.